بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي طلبة مساق دراسات فلسطينية، أحييكم جميعا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم اليوم في الفصل السابع من مساق مادة الدراسات الفلسطينية والمحاضرة السابعة أيضا، وسنتحدث خلال هذا الفصل عن مقاومة الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني حتى عام 1948. وسنحاول خلال هذا الفصل وهذه المحاضرة أن نسرد أهم الفعاليات التي قامت بها المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية لمقاومة المشروع الصهيوني والاحتلال البريطاني حتى قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وسنستخلص أهم الملامح من ثورة الشيخ عز الدين القسام في إطار تميزها عن الحركة الوطنية التقليدية، ثم سنوضح مقدمات وعوامل الثورة الفلسطينية الكبرى وأهم مراحلها ونتائجها، وسنستنتج إن شاء الله أسباب فشل الحركة الوطنية الفلسطينية والجامعة العربية في منع إقامة دولة الكيان على أرض فلسطين. ولكن لابد هنا من مقدمة هامة، أن المقاومة بشكل عام في أي وطن من الأوطان وبخاصة المقاومة الفلسطينية تكتسب شرعيتها من وجود المحتل نفسه على الأرض الفلسطينية، والحق الطبيعي والإنساني والديني والقوانين الوضعية والوطنية هي مقاومة هذا المحتل والعمل على طرده من الأرض المحتلة. طبعا هذا الحق يا جماعة الخير يستند إلى حقين طبعا، وهم حقين طبيعيين للشعوب، وهما حق الدفاع عن النفس وحق تقرير المصير، اللي أيدته كل المواثيق والأعراف والأحكام والقوانين الدولية، وأعطت هذا الحق للسكان القائمين أو الذين يقطنون الأراضي المحتلة بغض النظر أي احتلال كان وأي أرض كانت، فأعطى لهؤلاء السكان الحق في الثورة على أي سلطة احتلال ومقاومتها، كما هو واضح في اتفاقية لاهاي في عام 1907 واتفاقية جنيف عام 1949 ومبادئ محكمة نومبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب، وقرارات أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نصت في كثير من قراراتها على حقوق الشعوب في الحرية والدفاع عن نفسها وحق تقرير المصير. طبعا يعني شئنا ما بين أن هناك قوانين، ولكن لابد أن نعلم نحن هنا يعني وبخاصة أبناء فلسطين وأبناء الأمة العربية والإسلامية، أن هذه القوانين التي وضعتها هذه المؤسسات الدولية لن يكون لها أي صدى طالما أن المحتل يعيش براحته في الدولة المحتلة، تمام. وبالتالي فلا بد حتى يتم تحقيق هذه المطالب لابد من القوة التي تدفعه يعني لدفع ثمن باهظ خلال وجوده على هذه الأرض، وبالتالي دائما يفكر بالرحيل عنها. وكل الشعوب التي عاشت هذا الاحتلال سواء عربية أو غيرها يعني لم ينسحب الاحتلال ولم يتركها الاحتلال يعني رغبة منه في نيل هذه الشعوب حقها في الحرية وتقرير المصير، وإنما لأن هذا الاحتلال كان يدفع الأثمان الباهظة في أثناء وجوده يعني، وثورة فيتنام والشعب الجزائري وغيره من الشعوب التي حققت حريتها ونالت استقلالها بفعل العمل المقاوم يعني أخير دليل على ما نقول. الآن أعزائي الطلبة سنحاول إن شاء الله يعني نتحدث في بعض مظاهر المقاومة الفلسطينية للاحتلال البريطاني. طبعا بدأت المقاومة الفلسطينية للاحتلال البريطاني بشكلها السلمي. طبعا بدأ الاحتلال البريطاني لما أو حينما دخل الجنرال الليمبي القدس بتاريخ 9/12/1917، لكن في البداية كما ذكرنا أنه اتخذ طابعا سلميا في البداية عن طريق الصحافة والعرائض وبرقيات الاحتجاج وإرسال الوفود لأوروبا والمظاهرات الشعبية والإضرابات العامة، إغلاق المتاجر، مقاطعة الحكومة، كل هذه أشكال المقاومة السلمية، بالإضافة للمؤتمرات والمهرجانات والخطابات وتشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية سواء إسلامية أو مسيحية، وجمعيات لمقاومة الاحتلال والهجرة اليهودية.
إذا في البداية كانت المقاومة الفلسطينية للاحتلال البريطاني وللمشروع الصهيوني كانت من خلال خلينا نسميها اللي هو المقاومة السلمية وليس أكثر. فبدأت بعد ذلك بتجميع وتحشيد هذه القوى من خلال مؤتمرات فلسطينية تضم الكل الفلسطيني. فتم عقد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس في العام 1919، أي بعد عامين من الاحتلال لمدينة القدس، برئاسة عارف الديجاني كأول إطار وطني فلسطيني جامع، ونادى برفض وعد بلفور ورفض الهجرة اليهودية على لأرض فلسطين، وأيضا كان يطالب بوحدة فلسطين مع سوريا. واستمر انعقاد المؤتمر في سنوات متتالية كإطار، أيضا زي ما حكينا يمثل الشعب الفلسطيني، وانتخب في موسى كاظم الحسيني في المؤتمر الثالث المنعقد في حيفا في العام 1920، وانتخب رئيسا للمؤتمر والحركة الوطنية الفلسطينية. أيضا كان المؤتمر الثاني عقد في دمشق بسبب منع الاحتلال البريطاني عقده في نابلس، أما المؤتمر الرابع فعقد في القدس في العام 1921 طبعا، وشكل وفدا فلسطينيا برئاسة موسى كاظم الحسيني للاتصال بالبريطانيين. أما المؤتمر الخامس فعقد في نابلس عام 1922، وقام بصياغة ميثاق وطني يتضمن تحقيق الاستقلال والوحدة العربية ورفض الوطن القومي لليهود على أرض فلسطين. كما أن المؤتمر السادس في العام 1923 أيضا عقد في يافا وأكد على نفس المطالب الوطنية السابقة طبعا. وتأخر انعقاد المؤتمر السابع والأخير في إلى العام 1928 في القدس، وتبنى أيضا خمسة مطالب وطنية تتعلق بإقامة حكومة وطنية، الاحتجاج على كثرة الموظفين الإنجليز، ومنح امتياز البحر الميت لشركة أجنبية، وتفضيل العمال اليهود على العرب، وطالبوا أيضا بوقف سن القوانين حتى تشكيل حكومة وطنية. وتم تجديد اللي هو رئاسة المؤتمر لموسى كاظم الحسيني كرئيسا للمؤتمر. إذا هذه مؤتمرات عقدت بشكل متتالي كأحد أشكال المقاومة لهذا الاحتلال، وأن هناك شعب فلسطينيون يعيش على هذه الأرض وله كيانه وله مؤسساته، يطالب بحكومة مثله مثل أي شعب موجود على هذه الأرض. طبعا زي ما حكينا المقاومة السلمية بدأت يعني من خلال المؤتمرات زي ما حكينا، وأخذت أشكالا أيضا مختلفة، منها الحملات الإعلامية في الصحف وكتابة المقالات، نشر الوعي، حملات التثقيف، بث الحماسة والوعي الوطني بمخاطر المشروع الصهيوني وكذلك مخاطر الهجرة اليهودية على أرض فلسطين. وأيضا من أشكال المقاومة كانت تصريحات سياسية، إرسال برقيات احتجاج لبريطانيا ودول أوروبا، أيضا إرسال وفود سياسية للندن وباريس وجنيف، والقيام بالمظاهرات الشعبية للاحتجاج على إجراءات الانتداب البريطاني ضد الشعب الفلسطيني. أيضا كما ذكرنا كانت تقام هناك المهرجانات الوطنية والمؤتمرات، وتم أيضا تفعيل دور المساجد ودور العبادة بالإضافة لدور الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية التي شاركت فيها المرأة أيضا بشكل فاعل. طبعا تمحور النشاط السياسي الفلسطيني حول مطالب وطنية واضحة. هذه المطالب يعني ممكن تلخيصها في خمسة نقاط: إلغاء وعد بلفور، إيقاف الهجرة اليهودية، وقف بيع الأراضي لليهود، إقامة حكومة وطنية فلسطينية منتخبة، وتحقيق الاستقلال الوطني. هذه هي المطالب التي ممكن أن احنا نجملها من خلال اللي هو الانتفاضات السلمية والمقاومة السلمية التي كانت تنادي بها القيادة الفلسطينية آنذاك. أما بخصوص الانتفاضات الشعبية، طبعا
لم يكتفي كشعب، يعني شعب فلسطين مثله مثل أي شعب في العالم، يبدأ بالتدريج. طبعا لم يكتفي بالمقاومة السلمية للاحتلال، بل تعدى ذلك إلى الثورات الشعبية التي اتخذت طابعا عنيفا في المقاومة، على رأسها المقاومة المسلحة. أثبت الشعب الفلسطيني أنه دائما قادر على الاستعداد للتضحية، تقديم أرواح أبنائه في سبيل حرية هذا الوطن. ولا زال يعني منذ أن يعني تم احتلال فلسطين في أو الانتداب البريطاني من عام 1917 ولغاية هذه اللحظة في العامل والأيام التي نعيشها الآن، يعني لا زال الشعب الفلسطيني مستعد لتقديم خيرة أبنائه وشبابه شهداء في سبيل الله لحرية، لنيل حرية هذا الوطن. كذلك لا ننسى الأسرى الجرحى المضحين والمدافعين عن هذه الأرض. ولكن دعونا أن نتكلم عن يعني أهم محطات أو هذه الثورات، أو خلينا نسميها الانتفاضات الشعبية التي قام بها الشعب الفلسطيني. أول محطة ممكن أن نسميها هي انتفاضة موسم النبي موسى في العام 1920. طبعا كانت أولى الانتفاضات الشعبية ضد الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني. طبعا حدثت يعني في أثناء احتفال، كان هناك يقام سنويا احتفال يسمى احتفال موسم النبي موسى في القدس. وخلال هذا الاحتفال في العام 1920 قام أحد اليهود بإهانة العلم الإسلامي في هذه الاحتفالات. طبعا نتيجة هذا الأمر لم يسكت أو لم يرضخ الفلسطيني ولم يقبل الفلسطيني هذه الإهانة، وبالتالي تم يعني الدفاع عن هذا العلم الإسلامي في وجه هؤلاء اليهود، وأدت المناوشات أو هذه الانتفاضة إلى مقتل 5 من اليهود وإصابة أكثر من 200. أما بالنسبة للجانب الفلسطيني فاستشهد 4 فلسطينيين وجرح آخرين. إذن هذه كانت أولى الانتفاضات التي سالت فيها الدماء وشهدت أحداث عنف. انتفاضة يافا في العام 1921 طبعا، وهذه سببها كان أنه مجموعة من اليهود اعتدوا على العرب في حي المنشية بيافا، ونتيجة ذلك اندلعت مواجهات طبعا ليس فقط في يافا بل امتدت لمناطق أخرى. طبعا وانضمت الكتيبة اليهودية اللي في الجيش البريطاني لليهود في مهاجمة العرب، وأسفرت الانتفاضة عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى وما يقرب عن 50 قتيلا يهوديا وعشرات الجرحى. ثم بعد ذلك تلت ثورة البراق في العام 1929. طبعا قام اليهود في هذا الوقت بتنظيم مظاهرة استفزازية، اتجهت يعني دخلت في القدس واتجهت نحو حائط البراق. طبعا ونتيجة هذه المظاهرات الصاخبة نظم العرب أيضا مظاهرات مضادة، وهذه يعني المشاحنات أدت في البداية إلى شجار بين اليهود وبين العرب، أدت إلى ثورة امتدت لا جميع أنحاء القدس ومختلف أنحاء فلسطين. وهذه من يعني خلينا نقول من أولى الشرارات التي كانت شهدت يعني تفاعلا جماهيريا كبيرا في أوساط الشعب الفلسطيني. وهذه المناوشات أدت إلى مقتل 133 يهودي واستشهاد 116 عربي وجرح المئات من الطرفين. وهنا طبعا حققت بريطانيا في الموضوع، ولكن هيهات أن تعطي الصهاينة أو تتهم الصهاينة بشيء، فألقت بالتهم على الفلسطينيين، فألقت القبض على مئات الفلسطينيين وحاكمتهم يعني محاكمات ظالمة وجائرة. وكان من ضمن المعتقلين والذين تم يعني حكم الإعدام عليهم وتنفيذهم اللي هم الشهداء الثلاثة الذين خلدهم التاريخ، ولا زلنا نذكر أسماءهم، عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي. طبعا ويومها في هذه الذكرى لا زال الشعب الفلسطيني يعني ينشد عنا أو ينشد نشيدا لهؤلاء الأبطال، يعني من سجن عكا طلعت جنازي محمد جمجوم وفؤاد حجازي، جازي عليهم يا شعبي جازي المندوب السامي وربعة وعمومة. يعني كذلك البعض الأناشيد والأهازيج يعني مثل يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلام ليس بعد الليل إلا فجر مجد يا تسامى، إيه يا أرض الفخار يا مقر المخلصين قد وهبناك شبابا لا يهابون المنونة. كل هذه أشعار وأهازيج
قيلت في حق هؤلاء الثوار الذين تم أسرهم في السجون البريطانية في ذلك الوقت، وكذلك زي ما حكينا الشهداء الثلاثة الذين تم إعدامهم في سجن عكا الذين حكموا في الإعدام نتيجة ثورة البراق، وتم اتهامهم بأنهم سببا في إشعال هذه الثورة. ثورة الكف الأخضر في العام 1929 وامتدت إلى 1930. طبعا مهمة جدا هذه الثورة، وتنبع أهميتها من كونها أول تنظيم مسلح للمقاومة الفلسطينية، وتشكل من عشرات الثوار بزعامة القائد أحمد طافش بعد ثورة البراق. طبعا تركز نشاط هذه المجموعات في شمال فلسطين، ونفذت عدة هجمات ضد المستوطنين اليهود وشرطة الاحتلال البريطاني. طبعا توقف نشاط هذه المجموعة بعد اعتقال زعيمها اللي هو أحمد طافش، وتوجيه ضربات أمنية أيضا لباقي أفراد المجموعة، ولكن يعني كانت شرارة لانطلاق العمل المسلح والمقاوم في هذه الأرض. إذن هذه هي يعني الانتفاضات التي قام بها الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني. كما ذكرنا يعني أن الشعب الفلسطيني لم ولن يستسلم أبدا في هذا الإطار، ولم يلقي في لحظة من اللحظات البندقية في وجه أو يلقوا البندقية، بل بالعكس كان دائما على استعداد للتضحية والفداء من أجل تحرير أرضه ونيل حريته واستقلاله. إذن بعد ثورة الكف الأخضر في عنا انتفاضة أكتوبر في العام 1933. طبعا كان سببها أنه تزايد الهجرة الصهيونية المدعومة من بريطانيا أدى إلى زيادة الوعي في بين صفوف الشعب الفلسطيني ضد بريطانيا، وأن بريطانيا هي أصل الداء وسبب البلاء، وتأكد للفلسطينيين أن مشكلتهم أساسا مع بريطانيا. وهنا طبعا دعت اللجنة العربية إلى إضرابات ومظاهرات في كافة أنحاء فلسطين، وقررت الإضراب في فلسطين بتاريخ 13 أكتوبر في العام 1933، وقامت هنا مظاهرة كبرى في القدس ويافا، وتصدت لها طبعا سلطات الاحتلال بشكل عنيف، وخاصة في مظاهرتي يافا والقدس، وسقط في هذه المظاهرات 35 شهيدا وعشرات الجرحى. أما بخصوص ثورة عز الدين القسام، سنأتي بالتعريف هيك موجز عن هذا الرجل. عز الدين القسام هو يعني سوري الجنسية، ولد في جبلة قضاء اللاذقية في العام 1883. طبعا أسرة متدينة، سافر إلى مصر للدراسة في الأزهر الشريف في العام 1896، وتخرج منها 1906. طبعا بعدها رجع إلى بلده الأصلية سوريا، وعمل مدرس وخطيب في بلدته اللي هي جبلة، وشارك طبعا في الثورة السورية. طبعا كانت في ذلك الوقت سوريا تقع تحت الاحتلال الفرنسي، فشارك عز الدين القسام بالثورة ضد الاحتلال الفرنسي. ف يعني خلال هذه الثورة أو خلال يعني أعمال الثورية التي قام بها ضد الفرنسيين، تم إلقاء القبض على بعض أصدقائه، وبناء على ذلك تم حكم الإعدام عليه غيابيا لأنه ما كانش هو من ضمن المعتقلين. فنتيجة هذه المطاردة لم يجد أمامه إلا الذهاب أو الهروب إلى فلسطين في العام 1922. في البداية أقام عز الدين القسام في مدينة حيفا في شمال فلسطين، وتولى إمامة مسجد الاستقلال في حيفا. طبعا ونتيجة يعني علمه ونشاطه ويعني حيويته، ترأس جمعية الشباب المسلمين، وعمل أيضا على تحريض الناس لمقاومة الاحتلال البريطاني والهجرة الاستيطانية والهجرة الصهيونية إلى أرض فلسطين. طبعا ما اكتفاش بذلك في التحريض والكلام، ولكنه يعني شرع في إنشاء تنظيم سري جهادي يكون هو الطليعة الثورية المجاهدة التي تفجر الثورة وتقود الجماهير نحو الخلاص. طبعا بعد حوالي 10 سنين من الإعداد للثورة، خرج القسام
في نوفمبر في العام 1935 إلى الريف للانطلاق منه. طبعا يا جماعة كان في ذلك الوقت يعني الريف لأن يعني الطبقة الكادحة كانت هناك، فبالتالي كانت هي الطبقة التي كانت على استعداد دائم للمشاركة في الثورات ضد الاحتلالات المتكررة. طبعا شكل في الريف مجموعات عرفت بمجموعات القسام، ونجحوا طبعا بعد تشكيل الخلايا المسلحة نجحوا في تنفيذ الكثير من العمليات الفدائية ضد الاحتلال البريطاني والمستعمرات الصهيونية. طبعا تم كشف أمرهم بعد فيما بعد، وحاصرتهم اللي هي القوات البريطانية في أحراش شعبد قضاء جنين. عشان هيك احنا دائما بنسمع كلمة جنين القسام، لأن عز الدين القسام استشهد على أرض يعبد وهي من قضاء جنين. طبعا المعركة لم تكن متكافئة، مجموعة مسلحة ضد دولة بريطانيا التي تمتلك كل الترسانة العسكرية، ولكن القسام رغم يعني نداءات الاستسلام التي وجهت له ولرفاقه رفض المجاهدون يعني أن يستسلموا وقاوموا هذا الاحتلال. حتى يعني له كلمة مشهورة أنه قال لإخواني: إننا لن نستسلم لأن هذا جهاد في سبيل الله، فموتوا شهداء. وبالفعل يعني بقي يقاوم عز الدين القسام، فاستشهد هو وثلاثة من رفاقه وجرح آخرون، واعتقل الباقون بتاريخ 20/11/1935. من ملامح ثورة القسام، أول ملمح أنه خالف قيادة الحركة الوطنية التي كانت دائما تأمل خيرا في بريطانيا، وتعتبر أن بريطانيا كانت وسيط ما بين الصهاينة وبين الفلسطينيين، ودائما بيأملوا فيها الخير أنه ممكن تنصف الشعب الفلسطيني وتعطيه بعض حقوقه، وتراهن على طبعا هذه القيادات السياسية كانت تراهن على استجابة بريطانيا للمطالب الوطنية الفلسطينية. ولكن عز الدين القسام خالفهم الرأي، ورأى أن بريطانيا هي العدو الرئيس والحركة الصهيونية تابعة لها. الرأي أو من ملامح أيضا الثورة أنه رأى في النضال السياسي السلمي لم يجدي نفعا، فيعني رأى أنه عدم جدوى المقاومة السلمية، فلا بد من اعتماد الكفاح المسلح أسلوبا للنضال إلى جانب المقاومة الشعبية بالمظاهرات والإضرابات وغيرها. أيضا أدرك أهمية العمل في اتجاهين متوازيين، الاتجاه الأول تعبئة الجماهير وتحريضهم ضد الاحتلال بالدعوة العملية نعم العلنية للثورة، والأمر الثاني بناء تنظيم ثوري سري وإعداده ماديا وعسكريا ومعنويا لتفجير الثورة. أيضا كان واضحا أنه عز الدين القسام كان واضحا في تحديد العدو وهما بريطانيا والحركة الصهيونية، وكان واضحا دائما حتى في تنظيم هجماته وعملياته الفدائية كانت ضد هذه الأهداف. طبعا كانت ثورة القسام دمجا لمفاهيم الإيمان والوعي والثورة في بوتقة واحدة، ففي البداية لابد أن يحمل البندقية إنسان مؤمن، إنسان واعي، وأن يتبنى خيار الثورة هو نفسه، لأن الإيمان والوعي والثورة إن انصهرت في بوتقة واحدة تكون يعني حققنا شروط الانتصار أو شروط استمرارية الثورة إلى أن تنتصر بإذن الله عز وجل. أما بالنسبة للثورة الفلسطينية الكبرى من عام 1936 للعام 1939، طبعا من مقدمات وعوامل الثورة أول شغلة طبعا كانت ثورة القسام تمهيد لكل هذه الثورة، العمليات الفدائية التي قام بها عز الدين القسام وكذلك تلاميذه من بعده وأفراد يعني التنظيم اللي نجوا أو خرجوا من الحصار في يعبد، استطاعوا أنه يشكلوا أيضا خلايا عسكرية لمقاومة الاحتلال، وكان على رأسهم الشيخ فرحان السعدي اللي تم إعدامه فيما بعد في العام 1937، وعمره كان حينها تجاوز 75 سنة.
أيضا من عوامل الثورة اللي هو استمرار الهجرة اليهودية على أرض فلسطين على مسمى أماء ومرأة، وتشجيع سلطات الانتداب البريطاني التي تغاضت أيضا عن تهريب أسلحة وذخائر يعني للعصابات الصهيونية، وأيضا سمحت لهؤلاء الصهاينة بتشكيل منظمات عسكرية صهيونية في أرض فلسطين. نتيجة هذه الأحداث كلها تم تشكيل اللي هي اللجنة العربية العليا في إبريل في العام 1936 بمبادرة ورئاسة الحاج أمين الحسيني ومفتي القدس ورئيس المجلس الأعلى، لتكون هي الكيان السياسي الفلسطيني الذي يقود النضال الفلسطيني في فترة الثورة الكبرى وما بعدها. طبعا اندلعت شرارة الثورة عندما قامت إحدى المجموعات القسامية بقيادة الشيخ فرحان السعدي بتنفيذ عملية أدت إلى مقتل 2 من المستوطنين الصهاينة على طريق طول كريم ونابلس. الآن نتيجة هذه العملية رد اليهود بقتل 2 من الفلسطينيين، فأعلنت حينها يافا الإضراب لتطور الأمور إلى ثورة شاملة. المرحلة الأولى للثورة كانت في 20 إبريل، حيث شكلت في نابلس لجان قومية دعت إلى الإضراب العام في فلسطين لإجبار الحكومة البريطانية على الاستجابة للمطالب الوطنية الفلسطينية. الآن هذه اللجان القومية حينما وجهت الدعوة للجماهير الفلسطينية فلقت استجابة واسعة، وسرعان أيضا ما تشكلت لجان قومية في مختلف أنحاء فلسطين تجمعت جهودها لتشكيل اللجنة العربية العليا بقيادة الحاج أمين الحسيني، وقررت الاستمرار في الإضراب وحددت مطالبها في ثلاث نقاط أو مطالب أساسية: إيقاف الهجرة الصهيونية إلى أرض فلسطين، منع انتقال الأراضي العربية لليهود، وإنشاء حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابي. هاي الثلاث مطالب هدول حددتها اللي هي الحركة الوطنية الفلسطينية في ذلك الوقت. بعد ذلك طبعا دخلت فلسطين في إضراب شامل عرف بإضراب الست أشهر أو الستة أشهر. عرف استمر هذا الإضراب ستة أشهر كاملة متكاملة. رافق هذا الإضراب عصيان مدني يعني تنفيذ الامتناع عن دفع الضرائب لسلطات الاحتلال. طبعا تطور الوضع شيئا فشيئا ليصبح ثورة شاملة، وعمت العمليات المسلحة أنحاء فلسطين بقيادة منظمة الجهاد المقدس اللي شكلها الشهيد عبد القادر الحسيني بأمر من الحاج أمير الحسيني، طبعا اللي طبعا قدم إلى فلسطين خلال هذه الثورة. يعني استجابت الجماهير العربية خارج فلسطين لهذه الثورة، وهنا يعني جاء إلى فلسطين أو تطوع في فلسطين الكثير من الثوار العرب من سوريا والعراق والأردن، وعلى رأسهم القائد العسكري فوزي القاوقجي اللي تولى بنفسه قيادة الثورة اللي تصدت لها بريطانيا أيضا بعنف. كذلك يعني من كافة الأطياف الإسلاميين وحركة الإخوان المسلمين شاركت، بعض التيارات القومية والعربية، وكلها كانت يعني تدعم باتجاه التطوع ضد الاحتلال في أرض فلسطين، وكأن فلسطين دائما كانت وستبقى يعني القبلة، قبلة العرب والمسلمين الأولى، يعني تهفو أرواحهم دائما للذهاب إلى فلسطين والصلاة في المسجد الأقصى المبارك. الآن عندما اشتدت الثورة وجاء المتطوعين العرب بخبراتهم العسكرية من العراق والأردن وسوريا وحتى من مصر، والآن وانتشرت الثورة وفي كافة أرجاء الوطن. الآن طبعا وساهم أبناء فلسطين بشكل أو بآخر في الاندماج في هذه الثورة، وشكلوا شباب فلسطين الثائر في المخيمات عفوا في القرى والمدن مجموعات مسلحة، وانضموا إلى يعني أصبح حلم الشباب الفلسطيني هو الانضمام لصفوف الثورة في ذلك الوقت. الآن أدركت بريطانيا في لحظة من اللحظات أنها لن تستطيع الوقوف في وجه الثورة، حتى مهما استخدمت كل أساليب العنف لن تستطيع إيقافها. وهنا يعني حقيقة يعني أنه يعني بعض يعني حكومات الاحتلال للأسف بتعتقد أنه إراقة مزيد من الدماء ممكن يرهب الشعوب، بالعكس يعني الدماء تولد الدماء،
يعني ارتقاء الشهداء يولد شهداء جدد على أرض الميدان. يعني لم يكن في لحظة من اللحظات يعني أن الدماء هي التي تسكت الثورات أو تخمد لهيبها، بالعكس يعني كانت دائما يعني المجازر وسقوط أو ارتقاء الشهداء يعني هي وقود الثورة ووقود استمراريتها، وتعطيها مزيد من يعني القوة والعنفوان. فهنا أدركت بريطانيا أن كل الأساليب التي استخدمتها بالعنف والقمع والمجازر يعني لن تجدي نفعا مع الشعب الفلسطيني، فلجأت إلى طريقة يعني مخادعة، فأرسلت اللي هو لجنة بيل، قال لجنة تحقيق في تحقيق اللي هي أحداث الثورة. طبعا هي لجنة ملكية للتحقيق في أسباب الثورة، وسمتها طبعا اضطرابات، ولكن أيضا لجنة بيل فشلت في إيقاف الثورة. فهنا لجأت بريطانيا إلى حلفائها العرب، فوجه زعماء السعودية والعراق والأردن واليمن، وجهوا نداء وكأنهم حريصين على فلسطين، وجهوا نداء لأهل فلسطين طلبوهم فيها بالإخلاد إلى السكينة حقنا للدماء، طبعا معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل، وقالوا يعني ثقوا أننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم كشعب فلسطيني. طبعا هذه الكلمات التي ألقاتها بعض زعماء الدول اللي ذكرناهم قبل قليل لاقت يعني استجابة إلى حد ما يعني من بعض القيادات السياسية الفلسطينية. في المرحلة الثانية من الثورة طبعا بعد نتائج لجنة بيل، طبعا جاءت النتائج مخيبة للآمال الفلسطينية، وإنها وصت بتقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة يهودية وعربية، مع بقاء القدس وممر يافا تحت الانتداب البريطاني. وهنا استأنفت الثورة من جديد قوتها بعد حدث اغتيال حاكم لواء الجليل الإنجليزي اللي هو أندروز في 26/9/1937. فبدأت طبعا سلطات الاحتلال البريطاني بإجراءات قمعية شديدة، ومنها حل اللجنة العربية، إبعاد بعض القيادات، وإقالة اللي هو الحاج أمين الحسيني من رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى، طبعا وقامت بحل أيضا اللجان القومية والقيام بحملة اعتقالات واسعة. وفي صيف 1938 وصلت الثورة الفلسطينية إلى قمة ذروتها وقمة قوتها، وسيطرت على مناطق واسعة في فلسطين وخاصة في الريف الفلسطيني. طبعا واقتحمت طبعا بعض المدن، وتحطمت الإدارة المدنية البريطانية، وكمان أيضا قضي على الكثير من الجواسيس وسماسرة الأراضي اللي كانوا بيشتريوا الأراضي من السكان وبيعوها لليهود، وخاض طبعا الثوار المعارك الشرسة، رغم أنه فيش تكافؤ في العدة والعتاد، ولكنهم أيضا خاضوا معارك شرسة ضد جيش الاحتلال البريطاني. أسفرت بهذه المعارك عن خسائر كبيرة في صفوف البريطانيين، وحاولت أيضا سلطات الاحتلال البريطانية اعتقال الحاج أمين الحسيني، ولكنه أفلت منها وهرب من فلسطين إلى لبنان. وبرز خلال هذه الثورة عدد من القيادات الفلسطينية، منها عبد القادر الحسيني قائد منطقة القدس، وحسن سلامة في اللد، وعيسى البطاط في الخليل، وغيرهم الكثير من يعني الأسماء اللامعة في تاريخ الثورة الفلسطينية. طبعا بعد هذا العنفوان هذه القوة وهذه المنع التي أبدتها الثورة الفلسطينية، اضطرت الآن بريطانيا إلى إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة بقيادة أفضل قادتها العسكريين لإعادة احتلال فلسطين، مستخدمة يعني مختلف الوسائل القمعية والعنف والدمار والعقوبات الجماعية، مستعينة بأحدث الأسلحة، طائرات، دبابات، مدافع وغيرها. طبعا أسهمت هذه الـ القوة التي جاءت بها بريطانيا، أسهمت تدريجيا في إضعاف الثورة، ويعني ومن خلال يعني هذه القوة بدأت بعض القوات العربية يعني بتلقي أوامر بالانسحاب، يعني وخاصة المتطوعين العرب الذين كانوا يعملون في الجيوش النظامية، فوصلت لهم أوامر بالانسحاب أو بالعودة إلى بلادهم. طبعا نتيجة يعني تحت بعض الذرائع مثل اللي هو الحاج أو غير ذلك. طبعا تراجعت زي ما حكينا حتى أواخر العام 1939، ومع بداية الحرب العالمية الثانية
تراجعت قوة الثورة الفلسطينية مخلفة 3000 شهيد 7000 جريح، قتل من المئات وجرح الألاف من اليهود البريطانيين، طبعا أكثر من بالنسبة للبريطانيين واليهود أكثر من 3000 قتيل ما بين قتيل وجريح. وأصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض بعد الثورة يفيد أو يقيد الهجرة اليهودية وانتقال الأراضي العربية لليهود، وبعد أن تصبح فلسطين دولة مستقلة بعد 10 سنوات. طبعا إذن الكتاب الأبيض قيد حركة الهجرة، هجرة اليهود إلى أرض فلسطين، وحركة انتقال الأراضي العربية لليهود، وكذلك أنه كان هناك وعدا بأن تصبح فلسطين دولة مستقلة بعد 10 سنوات. إذن فشلت الثورة الفلسطينية الكبرى في تحقيق أهدافها اللي أعلننا عنها، إقامة يعني إبطال بعد وعد بلفور وإقامة حكومة منتخبة وتحقيق الاستقلال الوطني. طبعا فشل الثورة كان له عدة أسباب، من هذه الأسباب نذكرها أن هناك كان هناك فرق كبير في ميزان القوة لصالح بريطانيا كقوة عظمى في مقابل الثورة الفلسطينية وما يمتلكه الثوار من أسلحة بدائية. النقطة الثانية أن وجود انفصال ما بين الثوار وقادة الأحزاب السياسية، الشباب الثائر يحمل البندق يحمل البرادق على الأرض، أما القيادة السياسية أحيانا كانت يعني تفاوض وتحاور وتناور بعيدا عن هؤلاء وإنجازات هؤلاء الثوار على أرض الواقع. الأخطاء اللي ارتكبها الثوار أيضا سبب في أيضا أنه تراجع سمعة الثوار، اللي هم التوسع باتهام الناس بالخيانة والعمالة لمجرد أنه بعض الشكوك تدور حول بعض الناس فيؤدوا يعني لقتل بعض الناس من أجل أنهم والله ممكن يشكوا أنهم يتعاونوا مع الاحتلال وإلى غير ذلك، أو حتى يعني بعض مخالفين في الرأي السياسي كان يتم إعدامه تحت ذريعة أنه متعاون مع الاحتلال. أيضا الذي أضعف الثورة الفلسطينية هو التدخل العربي الرسمي لصالح بريطانيا، وحكينا عن أنه بعض الرسائل اللي تم توجيهها للشعب الفلسطيني من بعض الملوك والزعماء العرب طبعا اللي دعوا فيه لوقف الإضراب ووقف الثورة والاعتماد على النيات الطيبة لصديقتنا بريطانيا، وأعلنت أنها راح تحقق العدالة، ولكن هذا لم يحصل البتة. فبالتالي يعني أدى كل هذه العوامل إلى فشل الثورة الفلسطينية الكبرى من عام 1936 إلى العام 1939. سنتطرق الآن إلى الحركة الوطنية الحركة الوطنية الفلسطينية بين عامي 1939 للعام 1948. الآن الساحة الفلسطينية كانت في حالة فراغ سياسي مع بداية الحرب العالمية الثانية عام 1939، لأنه الكثير من القيادات تم نفيهم والبعض سجن والبعض استشهد، وعلى رأسهم الحاج أمين الحسيني انتقل كان يتنقل ما بين بغداد وبيروت وبرلين، جمال الحسيني في روسيا، وعزة دروزة كان في تركيا، أحمد حلمي عبد الباقي كان في لبنان وغيرهم في مصر وبلاد أخرى. فأصبح مركز الثقل للحركة الوطنية الفلسطينية خارج فلسطين وليس داخل فلسطين. بعد تأسيس جامعة الدول العربية في العام 1945 قامت جامعة الدول العربية بتوحيد التشكيلات والأحزاب الفلسطينية في الهيئة العربية العليا في يونيو عام 1946 برئاسة الحاج أمين الحسيني، ومثلت الفلسطينيين في العواصم والمحافل وأمام الجامعة العربية، وكذلك طبعا تم تشكيل لجان قومية في المدن الفلسطينية لتنظيم شؤون الدفاع المحلي وأيضا وبعض الشؤون الداخلية الفلسطينية. طبعا في هذا الوقت قررت الحكومة البريطانية إشراك الولايات المتحدة كقوة صاعدة في حل القضية الفلسطينية، وأسفرت هذه المحادثات ما بين بريطانيا وأمريكا إلى تشكيل لجنة سموها اللجنة الأنجلو أمريكية، اللي أصدرت قرارها في إبريل عام 1946 مؤيدة للأهداف الصهيونية ومتناقضة للمطالب الوطنية الفلسطينية. فرفض الفلسطينيين والعرب في مؤتمر القمة في بلودان في سوريا في يونيو عام 1946 هذه القرارات.
وفي 29 نوفمبر عام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها المشؤوم رقم 181 بتقسيم أرض فلسطين ما بين العرب واليهود، ومنطقة القدس تبقى دولية. وهذا الأمر أيضا رفضه العرب والفلسطينيون، فأعلنت بريطانيا نيتها عن من الانسحاب من فلسطين في العام، أو يعني أعطت يعني في العام القادم اللي هو عام 1948، ووضعت خطة لذلك في موعد أقصى 15 مايو 1948، وهذا اليوم اللي أعلنت فيه الحركة الصهيونية قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطين. في الختام، لم يسلم الشعب الفلسطيني يوما من الاحتلال، سواء البريطاني أو الصهيوني، أو حتى للأسف الشديد دعم، يعني لم يسلم أيضا حتى من بعض خلينا نقول التدخلات العربية التي كانت تأتي دائما لمصلحة الاحتلال. ولكن الشعب الفلسطيني سيبقى شعبا ولادا، شعبا حريصا، شعبا مقاوما، لديه دائما العطاء، ومستعدا لأن يعطي، ومستعدا لأن يضحي وأن يقدم خيرة أبنائه شهداء وأسرى وجرحى من أجل نيل حرية هذا الشعب الفلسطيني وتحقيق يعني تحقيق آماله بالحرية والاستقلال. ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الفصل أن يحقق طموحات وأحلام الشعب الفلسطيني بنيل الحرية والانعطاق من الاحتلال، والعودة للاجئين الفلسطينيين، وحرية الأسرى، وتحرير المسجد الأقصى المبارك. إنه القادر على ذلك وولي ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا أمانينا جميعا، ويعطيكم ألف ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.